السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة، وويكند سعيد. إلى واحد القضية ديما كتبرصني، ديما كنبغي نهضر عليها. واحد القضية كنشوف بعض الناس، الناس اللي كيطبلوا النظام، يعني ما عرفش لهاد الناس، يعني واش بعلم أو بدون علم، ولا مثلا فاهمين ولا ما فاهمينش. ولكن غالبا هاد الناس مثلا تيخرجوا كيطبلوا، مثلا اول حاجه كيشدوها، اول حاجه ديال التطبيل، وهي القضيه ديال المغرب تيبني. المغرب بنا المطارات، بنا السكك الحديديه، بنا القطارات السريعه، فهمتي، لوطوروت. هذه يعني هاد الشيء باش كنش، هذه هي الدلائل اللي كيجيبوا على ان المغرب تقدم. بحال مثلا بزاف الناس يهضروا على ميناء طنجة، اللي هو ولا واحد المعلمة اقتصادية كبيرة في المغرب. وفي الحقيقة هذا الشيء راه خصو يكون، راه ماشي خصنا نطبلوا ليه. هذه راه مسائل خاصها تكون. اي دولة مادام انها كتخلص ضرائب من عند الشعب، الا وخص توفر ليه هذا الشيء، خاصة توفر ليه واحد نوع جيد ديال البنية التحتية، باش الاقتصاد يكون كيتحرك. تكون واحد يعني مطارات، يعني موانئ. هذا الشيء عادي، يعني ماشي خاص النظام مثلا ولا الدولة تمنع علينا بهذا الشيء. هذا الشيء ما كيخدمش الشعب، هذا الشيء كيخدم واحد طبقة قليلة، وهي الطبقة اللي كتدور عجلة الاقتصاد. الناس اللي كيربحوا، الناس اللي عندهم بيزنس، الناس اللي عندهم شركات، الناس اللي. ولكن انسان عادي مثلا، معلم مثلا، ولا مثلا طبيب، ولا مثلا خضار، باش غيستافد من هذا الشيء؟ هذا الشيء انا ما كنطرش مع هاد الناس مثلا تيخرج يقول لك والمغرب شوفوا كي ولا، شوفوا شنو تبنى، شوفوا شنو داير، شوفوا شنو ولا، شوفوا شنو. يعني هذه راه ماشي مثلا النظام خصو يمنع علينا بهذا الشيء. هذه راه مسائل عاديه خصها تكون، يعني اي دوله خاص تكون كتوفر فيها هذا الشيء. خاصة واحد الدولة مثلا اللي عندها مداخل، مثلا المغرب اللي عنده مثلا الفوسفات، عنده جوج الوجهات بحرية، يعني عندنا يعني ثروة بحرية، ثروة معدنية. يعني ما يعني ماشي غنبقاو مثلا نشكروا النظام انه بنى لينا ميناء مثلا، ولا جاب قطار سريع. واش مثلا يعني الشعب الياباني، ولا مثلا الشعب الامريكي، واش غادي يبقى يقول كنشكروا الحكومه بنات لينا، ولا مثلا كنشكروا هذا النظام صوب لنا مثلا مدارس؟ نو، هذاك الشيء راه من المفروض. يعني اي نظام مثلا سياسي كيحكم واحد الدوله، علاش هو موجود ملي ما غاديش يقدر يوفر للشعب ديال ديك البلاد واحد البنيه تحتيه، واحد القطاع صحي محترم، واحد قطاع تعليمي محترم؟ وخاصة كنشوفوا مثلا من بين يعني التقدم ديال البلدان، وهي جودة التعليم. وكنلقاو مثلا اكبر دول العالم، اغنى دول العالم، في امريكا كنلقاو التعليم مجاني، يعني على الاقل حتى البكالوريا يعني مجاني. ما كاينش مثلا شي نهار شي واحد يسولك غادي يقول لك اجي خلص ليا، ولا راه عندي مشكل ديال الاساتذه، ولا ما قادرش نخلص. نو، هذاك الشيء ماشي شغل المواطن، ولا شغل داك الطفل اللي كتحكم ليه في المصير ديالو انك غادي تحرمو من التعليم. وهذا الشيء ماشي كيخدم مثلا المواطن، ولكن كيخدم البلاد، لان البلاد باش تكون متقدمه خاص يكون عندها واحد الشعب يعني متعلم، واحد الشعب اللي فاهم، واحد الشعب اللي عارف. يعني كيفاش مثلا انت ما موفرش ليا التعليم وكتقول انا المسؤول على الوضعيه في المغرب، لا انا مثلا مسؤول عن الوضعيه في البلاد؟ يعني الا بغيتي مثلا توجه لي التهمه، ولا بغيتي تخليني مسؤول، اعطيني واحد التعليم جيد، اعطيني واحد الصحه جيده، اعطيني واحد التغطيه اجتماعيه محترمه، احترم حريه التعبير ديالي، احترم الاختيارات ديالي. عاد بهاد الظروف هذه يمكن لك تحاسبني. انت ما موفر لي حتى شي حاجه من هذا الشيء، ومن فوق هذا الشيء كتقول راه انا مثلا اللي خائن، ولا انا مثلا اللي كنقلب على الفوضى، ولا كنقلب على الفتنه، ولا كنغلب.
يعني وفر لي على الاقل ضروريات الحياه عاد ديك الساعه تحاسب معايا. دابا حنا مثلا في المغرب الناس يعني هذا المشكل ديال التعليم، المشكل ديال التعليم ماشي مثلا كتحاولوا مثلا تلوحوا في الافق ان التعليم ما خصوش يبقى مجاني باش هاد الاساتذه خصنا نخلصوهم. لا سيدي، هذاك ماشي شغلي، هذاك شغل الحكومه، هذاك شغل الدوله. المواطن كيدفع الضرائب، مادام ان المواطن كيدفع الضرائب ما خصوش مثلا يتعرض لهاد المضايقات. فوقاش غادي نتعرض للمضايقات؟ وهي اسيدي ملي غادي نجي غادي توفر لي التعليم وتوفر لي الصحه وتوفر لي هادشي، وانا هذيك الساعه غادي نكون سخن عليا راسي وغادي نوض نطالب شي حوايج اخرين. هذيك الساعه يمكن لك تحاسب معايا. انت يعني قاتلني ومهمشني وعاطي لواحد الطبقه عاطيها جميع الامتيازات اللي هي الطبقه القليله اللي هي 1%، عندهم جميع الامتيازات، عندهم جميع الاختيارات، عندهم يملكون كل شيء، يملكون السلطة، يملكون المال، يملكون الجاه، يملكون كل شيء. وفي الجانب الآخر اللي كاين الأغلبية اللي ما كتملك والو، ومن اللي كتنوض هذه الأغلبية كتطالب بأبسط الحقوق، يعني كنتعرضوا لها بالقمع بالسجن، يعني شادين واحد الترسانة قضائية اللي لا صلة لها بالواقع، لا صلة لها بالمجتمع، لا صلة لها بالمواطن، لا صلة لها بأي أحد. يعني العلاقة الوحيدة ما بين هذه الأجهزة اللي هو الجهاز القضائي اللي كتستعملوا مثلا كيستعملوا النظام باش كيحافظ على الوجود ديالو، يعني كتخدم، يعني القضاء في المغرب ما كيخدمش المواطن. وهذه ماشي هضره مثلا، هذه اي مواطن مغربي، اي انسان مغربي غادي تمشي تسولو غادي تهضر ليه على القضاء، غيقول القضاء المغربي ما كيخدمش المواطن المغربي. القضاء تيخدم ناس اصحاب المصالح، ناس اللي عندهم القدره انهم يدفعوا، انهم يخلصوا. هذا هو الدور ديال القضاء في المغرب، والدور الكبير بزاف وهو اعطاء يعني شرعيه للقوانين اللي كيجيب بها النظام. فوالا قالت الحكومه، هادشي اللي كيقول لك هو راه قالت الحكومه، يعني اش مع وكينوطوا يعني بالقضاء وبالقوانين، كيجيبوا مثلا قوانين اللي كتزيد كتركز مثلا ديك العبوديه، كتركز مثلا التخلف، كتركز التهميش، كتركز. يعني هنا انا فاش ما كنتفقش مع دوك الناس اللي تيخرج يقول لك والمغرب راه تقدم، كتسولهم باش تقدم، تيقول لك من طنجه، ولا مثلا عندنا القطار السريع، والجزائر ما عندهمش القطار السريع، والجزائر ما عندهمش هذا الميناء. يعني دائما حنا كناخذوا واحد الجانب ولا واحد الجهه اللي قريبه لنا، اللي كنصنعوا منها واحد العدو باش كنبقاو كنخوفوا منه الشعب، وفي نفس الوقت كنبقاو كنديروه كمثال على انه راه ماشي بحالنا ومازال ما وصلناش، رغم ان الحقائق يعني عكس ذلك، رغم ان مثلا الجزائر كتعيش بدون كريدي، تقريبا من دول العالم القليله اللي كتعيش بدون ديون. يعني كنلقاو مثلا حتى امريكا غارقه في الديون، هادشي علاش كنلقاو مثلا ان امريكا يعني غادي تعرف مشاكل من القدام، غتكون ازمه مثلا اقتصاديه، غتكون ازمه اجتماعيه، السبب ديال هادشي كله هو يعني الديون. هناك بعض الناس يقول لك واه هي امريكا اكبر دوله في العالم وكتعيش بالديون، هي الديون راه ما عندهاش مثلا ما كتبانش الاثار ديالها دابا، يعني تيحاولوا يغطيوها، راه واخا دوك كاينه مشاكل ولكن تيحاولوا يغطيو، تيحاولوا يكوبريو باش ما كيخليوش لا بوبيلاسيون انها تحس بالقلق، ولا مثلا تحس بالديرونجمون، ولا تحس انها مهدده في المستحقات ديالها. لان الشعب الامريكي مثلا خلال سنوات من النضال، خلال سنوات مثلا من الصراعات ما بين عده جهات، باش وصلت امريكا لهذا الوضعيه اللي كتعيش فيها دابا، يعني هذا النوع من الحريات والحقوق وكذا وهادشي وهادشي. يعني رغم ان ماشي واحد الدوله اللي كتمتع بواحد الديمقراطيه اللي متكامله مثلا، واحد الحقوق اللي كامله، ولكن على الاقل من بين الدول اللي يعني كاين توازن، كتلقى واحد التوازن ما بين القوى السياسيه والمجتمعات والمواطن، يعني كتشوف واحد
يعني رغم ان مثلا راه كاين التخوفيش تاع امريكا فيها التخوفيش، ولكن التخوفيش يعني ما مأثرش على وضعيه المواطن. هادشي اللي خصني نفهمو الناس، فوقاش كيولي التخوفيش مثلا والفساد تيولي خايب، وهي ملي كيأثر على المواطن. المواطن كيولي كيتأثر بديك الوضعيه مثلا السياسيه والاقتصاديه، عاد ديك الساعه كتولي خطر. بحال مثلا المغرب كنلقاو مثلا يعني كيف ما تيقولوا الخوت، المغرب اصبح دوله صناعيه، كنشوفوا مثلا جلب الاستثمارات اللي بزاف الناس ما تيعرفوش علاش مثلا الدول كتختار بحال المغرب كدوله للاستثمار. والسبب الوحيد اللي هو الاجور الهزيله، اللي هو اعطاء الامتيازات، لان كنلقاو مثلا المستثمرين الاجانب ملي كيجيو للمغرب كيخلصوا، تيخلص الرشوه خصو يدفع. يعني خرجت وثائق مثلا 2011 ولا مارس 2010، خرجت وثائق تقول ان مثلا هناك مسؤولين في النظام ما تيخلوش شي واحد يستثمر الا ما دفع مثلا واحد النسبه مئويه مثلا من الربح للنظام، مثلا العائله الملكيه والاتباع ديالهم. يعني هذه القضيه معروفه، ماشي غنحتاج مثلا نبحثوا فيها مثلا ولا مثلا شي حاجه اللي ما بيناش ولا شي حاجه اللي معروفه. هذه مسائل معروفه، يعني المسائل واش انا قلت لكم تيخرج شي وحدين تيقول لك اودي راه يعني الديون ماشي مشكل مثلا، ولكن واحد القضيه اللي كيقارنوا بها مثلا الامريكان، الديون في امريكا ديون داخليه، اوكي، هي الدين الداخلي، يعني الدوله بينات الابناك الداخليه والدوله وكذا والتخربيق وكذا. اي كاين تاثيرات خارجيه كاين سميتو، لان كنعرفوا سوق المال ما عندوش حدود، يعني الابناك ما عندهاش حدود، يعني الاستثمارات ما عندهاش حدود، كنعرفوا هذه القضيه. ولكن على الاقل يعني امريكا عندها القوه العسكريه وعندها مثلا القوه الاقتصاديه اللي ما غيمكنش مثلا يجي شي واحد يستعمرها، ولا غيجي شي واحد مثلا يتدخل في القوانين اللي كاينه في امريكا. ماشي بحال مثلا المغرب، البنك الدولي كينوض كيفرض على المغرب الا بغيتي نزيدو مثلا نسلفوك خص التعليم ما يبقاش مجاني، خص التعليم خصوصي، الصحه خصها تولي خصوصيه، وهذا الشيء كله كتخلق عليه كتجي من وراه مشاكل اخرى. فهمتي، هذا الفساد كيظهر يعني كيجيب فساد اخر، يعني ما كيبقاش مثلا غير هذا الفساد هذا، ولكن تيولي فساد اخر عاود. هادشي اللي كنحاول مثلا هادشي اللي كنحاولوا نشرحوا للناس، ان الفساد كيجيب فساد. ولا هادشي اللي كنقول لكم، يعني ما يمكنش تتفق معاهم، لان كيفما قلت لكم ربما عن علم، ربما كيبان لهم هذاك هو التقدم، كيبان لهم هذاك الشيء اللي خص يكون هذاك، ولكن انا لا، ما كنتفقش مع هذه القضيه. التقدم البلد، باش نقول واحد البلد راه كتمشي في طريق النمو، خاص يكون واحد التوازن ما بين التقدم في البنيه التحتيه والتقدم في البنيه الاجتماعيه، يعني على صعيد المواطن. يعني المواطن ماذا استفاد المواطن من هذا التقدم، يعني ماذا استفاد المواطن من هذا الشيء اللي كيتبنى، ماذا استفاد المواطن من هذه البنيه التحتيه. هو هذا الشيء اللي كنحاولوا نشرحوا للناس. يعني انا ماشي مثلا ضد ان مثلا يعني القطار السريع، ولا ضد مثلا الميناء، ولا ضد برج متى يتبنى اعلى برج، هذا الشيء ما تيهمنيش انا. ولكن انا اللي كيبرصني هو علاش مثلا كاين واحد السرعه غاديه في التقدم ديال البنيه التحتيه والعمارات والبني والتخربيق، ولكن البنيه الاجتماعيه كنلقاوها غاديه يعني واحد البطء. كنشوفوا مثلا الاجور كي دايره في المغرب، كنشوفوا الوضعيه ديال الاجور كاينه في المغرب، يعني كاين مشاكل. يعني ولكن هنا الى انت مثلا كتهضر على هذا الشيء،
وكناخذوا امثله بسيطه كنشوفوا يعني واحد الطبقه في المغرب اللي عايشه بحال اللي عايشين في دوله متقدمه. هذا ما يتنكرش المغرب، كاينين الناس في المغرب، كاين احياء كتشوفهم في المغرب، كتمشي للمغرب كتدخل الاحياء اللي كتخيل راسك انك في سويسرا ولا في امريكان ولا في كندا ولا يعني كتحس ان راه هناك يعني كاين كتشم ريحه التراب. ولكن ملي كتمشي للاغلبيه كتلقى يعني الناس كتلقى الناس كتلقى كلشي كيعاني، كتلقى المشاكل الاجتماعيه، كتلقى يعني جميع المشاكل كتلقاها في البلاد. يعني كيفاش مثلا انا بغيتيني مثلا نقول المغرب دوله متقدمه ولا سميتو عاد كما قلت لكم مثلا الدول المتقدمه كتبان حتى في الامن، ملي كينتشر الامن والسلام. المغرب ما فيهش الامن والسلام، المغرب كنشوفوا الفساد، شوفوا الفضيحه اللي خرجت مؤخرا، فضيحه المخدرات، الاتجار في البشر، الاتجار في الاطفال الرضع، الاتجار في الاعضاء البشريه. يعني هذه دوله مافيا، هذه ما بقاتش يعني دوله اللي غادي تقول لي راه المغرب دوله اللي فيها الامن وفيها مثلا المواطن تيعرف واحد يعني نو. شنو كنشوف مثلا اشنو واقع في المغرب، الكريسه، المشاكل، يعني هادشي كله من كيجي كما قلت لكم، هادشي كيجي من عدم التوازن. ملي ما كيكونش توازن ما بين يعني كلشي في المغرب، ما كاينش توازن في المغرب. دائما كتشوف الطوب وكتشوف القمه وكتشوف مثلا هادشي اللي كنهضروا عليه حنايا، ماشي مثلا يخرج شي واحد يقول با لا نتوما صاحبي نتوما خوانا وانتوما انتوما تابعين للجزائر. وحتى زيد حتى الجزائر على المغرب حتى هي، حتى الجزائر حتى هي ماشي ما عندهاش مشاكل، حتى الجزائر عندها مشاكل. يعني المنطقه ديالنا مثلا هذه منطقه المغرب العربي كيف ما كيداو لا تخلو من المشاكل. راه تشوفوا شحال فيها ديال البشر، ما فيهاش البشر بزاف. تونس من المفروض خص تونس تكون واحد الدوله اللي يكون مثلا على الاقل الاجور ديالها تكون احسن، تكون كتمتع باحسن الاجور مثلا في منطقه المغرب العربي. ولكن لا، رغم انها واحد الدوله صغيره ما فيهاش ناس بزاف، ورغم داك الشيء كتلقى مشاكل. هذا الشيء اللي كنهضروا عليه حنا، ماشي مثلا يجي شي واحد يقول لك ولا انتم صاحبي غير انتم تابعين الجزائر الجنرالات العسكر فهمتي. يعني هذا الشيء مع من غادي تهضر دونك، مع من غادي يهضر يعني غادي باش غادي تبرر مثلا المواقف ديالك. هما كيجيبوا المبررات ديالهم، لان كاين مثلا واحد الاعلام اللي كتسيطر عليه، يعني ماشي كتسيطر عليه، واحد الاعلام اللي كله تابع للمخابرات. يعني المخابرات هي اللي كتعطيه شنو غادي يقول، وتيمتلكوا قنوات تلفزيونيه يعني قنوات اذاعيه. راكم شفتوا السوشيال ميديا عباد الله شنو دايرين، تيدعموهم مثلا بالمشاهدات، كيدعموهم بالمساعدات، كيدعم يعني كيتقدم لهم جميع الدعم. ولكن ملي كتنوض انت اللي ما تابع حتى شي واحد غير حارق قلبك على المغرب وحارق قلبك على الظروف اللي كيعيشها المواطن المغربي، رغم انني انا مثلا ما عندي لا ناقه ولا جمل في هادشي اللي كندير، ولكن كتشوف يعني 30 عام وانت خارج من ديك البلاد وباقيين شي بلايص في ديك البلاد كيف ما هما ملي خويتيهم. يعني راه هنا مثلا الواحد باش كيبقى تيقول سامتين رونغ، يعني علاش مثلا علاش مثلا هذا الشيء واقع. وكاين والمشكل يعني كاين الامكانيات، كاين المعطيات باش نرجعوا مثلا المغرب واحد الدوله، ما غنقولش مثلا دوله متقدمه ولا سميتو، ولكن على الاقل غير المواطن المغربي يعيش واحد النوع من الاحترام. حتى الناس غير حريه التعبير، خلي الناس يهضروا اصاحبي. واش بغيتي شي واحد يبقى يغني ليا ويطبل ليا انا نرحب به؟ ولكن لا، هذا شي واحد قال لي لا هادشي اللي كديرها ماشي معقول، لا انت راك عدو وانت خائن وانت واش من دوله هذه؟ وهذا بالله عليكم واش هذه دوله اللي كتمنح حريه التعبير؟ ما تخليش الانسان حتى يكون عنده واحد الراي مثلا صريح على بلاده وعلى الاوضاع ديال بلاده. اخوه الاخوات كنتمنى يعجبكم الموضوع، تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.